يقول الله جل جلاله اسمع القرآن. وتجي هنا شيخ. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وش اللي دخلكم النار؟ أول سبب قالوا لم نكن من المصلين ألا يكفيك القرآن يجيب؟ طيب تعال، الناس كلهم في هم في قلق في توتر في شقاء إلا المصلين. ولهذا وش يقول الله جل جلاله؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مستحيل يترك الصلاة، هو يحترم مواعيده مع الله، هو يعرف مواعيده في اليوم الليلة كم؟ خمس. لازم تحترم مواعيدك مع الله جل جلاله. والله لو سألناك وبنسألك وسنعيد هذا السؤال، اللي يحب الله يرفع يده. طيب ارفع يدك وبيض الله وجهك، وسؤالي ليس تهمة لك، لكن اللي يحب الله يحترم مواعيده مع الله الخمسة. يقول الله جل جلاله اسمع القرآن. وتجي هنا شيخ. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر